كيدات في داكشي ديال مازال ما كاين لا لجنه لعبوا في هذا الشيء وتنتمنوا من سيدنا يتدخل باش يتعاود النظر في هذا الشيء اللي واقع لان راه حنا راه محيطين بعصابه بكل معنى العصابه وعاد باش الا كانت الشتاء هذيك راه كاع ما نهضروا بالنهارين ما كتكون الشمس راه ما تصيبش كاع تجلس على القيطون حيت راه مغطي بلا السير نحن بنان راه واش الدار ديالك راه جزئيا وحكموا عليا على 9 شهور انا وانا في القيطون انا وولادي علاش اللي غانا وسخ علاش انا علاش يحكموا عليا هكاك لان انا ما نفهمش مع المقدم ما كنعطيش الرشوه راه هي السلام عليكم بعدا انا كريمه من نواحي ولاد برحيل يعني اعتبر من الناس يعني اللي هما ضحايا في زلزال الحوز المشاكل هو انه الناس عياو ما يبغوا يوصلوا الصوت ديالهم والحمد لله لهاد الساعه ما وصلش انا كعنصر نسائي يعني اللي جابني لهنا هو الغيره على الناس مساكن اللي كاينين في واحد الوضعيه اللي هي خايبه بزاف يعني تما كما كنعرفوا الجو ديال الجنوب راه هو جاف يعني ما غاديش نقولوا باللي راه ممكن انسان عاقل يعني يعيش مده سنه وهو تحت خيمه بلاستيكيه واخا من ضمن المطالب احنا عينا اول حاجه ما نهضروا مع المسؤولين وما نطالبوا بحق الناس نقدر انا حقي نقدر نسمح فيه ولكن كاينين ناس ارامل كاينين دراري صغار كاينين شيوخ كاينين ناس ما فحالهمش ما عنده حتى باش يشري مثلا خبزه وكتسنى منه الدوله انه يعتمد على راسو ولا يشوف الحل لراسو هذا الحل ما عرفناش كيفاش غادي يديروا ليه لانه الناس المسؤولين كي يعني حاطين واحد القرارات ما يمكنش هذوك الناس اللي متضرين يفوتوها بحال دابا مثلا ما يمكن لك لا تهدم ولا تبني الا ما جاكش هذا بلان او لا ما جاكش مثلا شنو كيقولوا ليه يعني التصميم الا ما عطاوكش التصميم وما عطاوكش بلان ما يمكن لكش تبني عمرها تعطى لواحد الاقليه احنا انا كعنصر نسائي وعندي غير على دوك الناس لانهم ناس مثلا انا ما غاديش نقول لك ناس ما كيقدروش يدافعوا على حقهم وما كيقدروش يطالبوا به انا كثرت ما اني شفت الناس مساكن كيقلبوا على الحقوق ديالهم عند المسؤولين ما بقاو مازال قاضيين لنا تغارض حنا كنطالبوا يعني واحد الحاجه اللي هي اسمع لنا في الدوله وهي سيدنا ينظر لهذوك الناس ويشوف يعني شي حل مناسب لهم الاخوان الكرام حياكم الله كنقدم لكم راسي بعدا سميتو ايت بونجور علي من الناس المتضررين في مدينه تارودانت وبالضبط جماعه تركجونت دواري دو بلال احنا عندنا في المنطقه ديال مراكش الحوز شيشاوه تارودانت كلهم هاد الناس هادو متضررين من الزلزال وكاين شي ناس مستافدين وكاين شي ناس باقي مازال ما مستافدينش كاين ناس اللي يستحقوا يستافدوا وما استافدوش والناس من حقهم يستافدوا وما مستافدينش وفيها المحاباه فيها باك صاحبي فيها المعرفه فيها بزاف ديال التجاوزات اللي انا كنطالب انا بواحد اللجنه اللي تدخل في هذه القضيه هذه وتحقق في الموضوع لان هذا الشيء راه ماشي ما مقبولش للبته لان هذه المساله هذه كضر بواحد الشريحه كبيره ديال المجتمع الناس من جايين من مدن بعيده احنا ما حاسدينهمش ولكن جايين من ما ساكنينش كاع نهائيا في الدواور ديالنا وكاين اللي ما ضروش كاع في المحل ديالو واستافد لا علاش لانه كيعرف المقدم ولا كيعرف القايد ولا كيعرف الرئيس ديال الجماعه المهم مستافد العائلات ديالهم كلهم مستافدين ديال الناس اللي خدامين في السلطه الناس المتضررين بحالي انا شخصيا انا معاق وتسع شهور هذه وانا واش الدار ديالك راه جزئيا وحكموا عليا على 9 شهور انا وانا في القيطون انا وولادي علاش اللي غانا وسخ علاش انا علاش يحكموا عليا هكاك لان انا ما نفهمش مع المقدم ما كنعطيش الرشوه راه هي هذه انتقم مني السيد وماشي انا دابا المشكل الدوار ديالكم دوار يداو بلاد جماعه تركجونت اقليم تارودانت دوار الزلزال هذه ما ماتوا فيها الرواح احنا عندنا ماتوا خمسه الناس في الدوار عندنا والناس ما مستافدينش علاش ما يستافدوش؟ سمعنا ان الزلزال كلهم استافدوا لا ما مستافدينش لا كذوب هذا الشيء الى واللي قال العكس يجيب لي انا شي لجنه اللي تحقق في هذه القضيه هذه تقصي الحقائق وديك الساعه غادي يبان واش هذا الشيء اللي كنقول حق ولا كذوب
وماشي غير في الجامعه ديالنا حنا، راه بزاف الجامعات ديال تلوجونت وتا الحوز وتا شيشاوه، لان كنتلاقى مع الاخوان كلهم نفس المشكل عندهم، نفس المشكل. وحنا دابا حنا مضرورين، ولادنا مضرورين، وتزاد علينا المرض، ما كننعسوا لا بليل لا بنهار، الصهد والبرد والمشاكل ديال راك عارف الهواء العقارب. حنا غير البارح واحد السيد عندنا نيت قريب لينا جارنا حش فيه شي 2 متر ونص، ها هو عندي هنا نوريه لكم، من القيطونوس للقيطونوس حوايجو جبدو، هذا كون قاص ليه شي واحد من ولادو فين غادي يوليو. واش دابا نتوما المقدم ولا مسيطر لكم عليه؟ المقدم هو دابا هو الامر الناهي. مشيت انا عند القايد قلت ليه شكيت عليك، قلت له ديرها لي، قلت له ديرها لي كاين، ها اللي كاين، راه السيد راه انا ما مستافدش، وكيقولوا لي انت راك ما كاينش في السيستم. هو هز التليفون ويهضر مع المقدم، قال لي كذا كذا، سير عند الدار ديال السيد يشوفها. ملي مشى باش يشوف، ماشي ما مشاش هو اصلا كاع، جلس واحد نص ساعه واتصل به قال لي راه عنده 10 حقوق، وانا راه الدار انا رابت عليا حيط، انا كنت غادي نموت فيها، ها الصور هما عندي هنايا. شناك هضرتي وبحال اللي جاتك البكيه؟ واش اي راه الحقره، راه كنحسوا بالحقره صاحبي، راه هادشي راه هادشي اكثر من التحمل، ما تقدرش تحمل هادشي كامل، راه حنا راه مرغوم علينا نتحملوا. اما كون كان عندي شي بديل ولا عندي شي ما ندير، راه ما عرفتش غندير. اذا كنا مغاربه نعرف واحد بان حنا راه مغاربه ويعطيونا حقنا. شحال تقريبا تقصوا من زمان من السيبه هذا؟ من حنا عندنا غير في الدوار عندنا كانوا 26 وجاو الربعه بقاو 22 دابا. عرف الدوار ديالنا بوحدو. هذوك علاش تقصوا؟ هكاك هكاك بغاو هكاك. وكاين اللي ما مستاش، كاين ما ساكنش كاع ما كنعرفوش، والله ما كنعرفوه. ساكن في قنيطره. وراه الدار تمايا وجا استافد ودار الفلوس ومشى بحاله. قال لك انا الموضوع ديال المقدم فاش مشيت عنده قلت له ديرها اللي كاين اللي كاين، هضر مع المقدم مع القايد، هضر مع المقدم قال لي اوديها اللي كاين اللي كاين. اش قال لي الاخر؟ قال لي لا راه عنده 10 حقوق. ملي قلت له يلاه باش تاكد انت، قلت له هذا السيد راه كذب او لا ما مشاش، حيت كون مشى غادي يشوف اش اللي كاين. الا مشى وكذب ما نعرف. قال لك على بغيتي نكذب انا المقدم؟ قلت له واش راه غادي نكذب عليه؟ هاجي انت باش انت تشوف بعينك وتعرف شكون اللي كذب، واش انا ولا هو. قال لي لا ما غاديش نكذب المقدم، واش غادي دير لك؟ تلحس في الله ونعم الوكيل، اش غادي نقول لكم؟ هذا الشيء اذا متفقين عليه مادام ما بغيتيش. المطالب ديالك المطالب ديالي اخويا ماشي غير هي انا، الجميع السكان اللي كاين مضرين، حتى واحد ما خصوش يضيع حقه، لان بنادم كلشي كيعاني، كيعاني من البرد، كيعاني من الحراره، كيعاني من هذا الشيء ديال الهواء، من الكلاب حاجه كيدخلوا علينا فين كنعسوا، المشاش كاع ما نهضروا، الجيران، النمل ما يخليكش نعس، والله ما كيخليونا نعسوا بالله. وعاد باش الا كانت الشتا هذيك راه كاع ما نهضروا بالنهارين، ما كتكون الشمس راه ما تصيبش كاع، تجلس على القيطون حيت راه مغطي بلا السير، لان حنا بنان راه بزاف هادشي والله العظيم. يعني الا جينا باش نشوفوا لوائح للناس اللي استفدت، غادي نلقاو ان راه كاينه الزبونيه، كاينه المحسوبيه، والناس اللي خاصهم يستافدوا راه مازال ما استافدوش، والسلطات لا الحكومه ولا هذاك تيعطيو الارقام بان راه كاينه استفدت شي 96%، ولكن في الارض واقع راه مازال ما استفدتش. انا غنعطيك على مثال، عندنا في الجامعه ديالنا عندنا تقريبا شي 4000 اسره استفدت 800، يعني تقريبا الى جينا باش نقارنوا، والناس راه جميع الاضرار في هذه الجامعه تقريبا نفس الاضرار، نفس الاضرار اللي كاينه. ولكن فين كاين المشكل؟ كاين في تلقاو دار مستافدين فيها مثلا جوج ديال الناس ولا ثلاثه الناس، وتلقى دار ما مستافد فيها حتى واحد، ولا تلقى مثلا شيخ مستافد ومرته مستافده، ولا تلقى مثلا واحد الاسره الاب ديال الاسره مستافد ومرته مستافده، وتلقى واحد ما مستافدش. يعني راه كاين خلل، وتنتمناو من السلطات يعاودوا النظر في هذا الشيء اللي واقع في زنزان، لان راه عندي الوثائق، حنا دايرين جميع الشكايات، عندنا الشكايات للعامل الاقليم ما عندنا جواب، عندنا الشكايات دفعناهم للقياده ما عندنا جواب، لحد الان راه ما كاين جواب. وهذا الشيء كاين متضرر اللي دار سته الشكايات للعماله وتلقى سته الشكايات للقياده، حتى جواب ما كاينش. لحد الان كاين الاقصاء والخلل راه كاين، تنتمناو كي قلت لك باش اعاده النظر على الاقل يجيبوا هذوك اللوائح اللي استافدوا يحققوا في ذوك اللوائح. إلا كان هادوك تيستحقوا بصحتهم، إلا تيبان لهم بأن راه ما تيستحقوش، راه المهم في اللوائح للناس اللي مستافدة راه غتتبان الحقيقة. ولكن باش يتقصوا الناس راه هذا عيب وعار، راه كاينين الناس اللي متضررة راه ما جاوش لهنا، ما عندوش الإمكانيات باش يجي، ما عندوش، مازال حنا راه ضحينا وحيدنا داك الشيء اللي غنعطيو لعائلتنا جبناه باش نجيو لهنا نوصلوا الصوت ديال دوك الناس. يعني راه كاين مشكل، تنتمناو
يتعالج هذا المشكل. راه كنا هنا في وقفه احتجاجيه قبل رمضان في مارس وكنا تنتمناو باش يدار الحل، ولكن لحد الان راه ما كاينش حل. وحتى السلطات الاقليميه تنقولوا راه غنديروا احتجاج، قال لك حتى جو تما تتعياو وسيروا فحالكم، يعني راه ما كاين والو. بحال الا حنا راه ما تيتسد والو، تخوات ولا ديال الصداع ولا داك الشيء ما تيتسوقوليش ليك نهائيا. ايوا تنتمناو من سيدنا باش يتدخل في اعاده النظر، لان هذا الاستفاده هذا ديال سيدنا على الاقل، على الاقل يحترموا دوك الاوامر ديال سيدنا، يحترموها. راه كل كلام ديال سيدنا راه كلام خاص تحترم، وادوا القسم على باش يوصل الامانه لموالها. ولكن هاد الناس هادو تلعبوا في هذا الشيء، وتنتمنوا من سيدنا يتدخل باش يتعاود النظر في هذا الشيء اللي واقع، لان راه حنا راه محيطين بعصابه بكل معنى العصابه. عصابه كاينه، عصابه راه حنا في جميع المجالات، في جميع المشاكل. وتنتمنوا باش يتعاود النظر، لان راه كاينين الناس اللي مضروره. جماعه سيدي واعزيز حنا بعاد، كاينين الاخوان هنا معنا نيت في البؤره، راه حنا ما بعيد، ولكن راه في الجماعه ديالنا راه 45 واحد اللي مات في الجماعه ديالنا، ومع الاسف راه كاينين الناس اللي ماتوا مع عائلتهم ومازال ما استفدوش. خصنا المسؤولين، لان الدار ديال التراب دابا راه كاين الهدم الكلي، كاين الهدم الجزئي، ولكن كاينين الديور ديال التراب اللي فيهم التشققات، هادو قلنا لهم يتصنفوا في الديور المهدومه، لان راه التراب راه ما يمكنش تعالجو التراب. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.